السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو الإعلان عن الفائزين في تحدي طبخ 500 جرام من فيليه الدجاج، والذي تم بين 11 قناة من رابطة يوتيوبرز مغربيات الجيل الجديد. عرض الفيديو سيكون على حسب تصويت المتتبعين الأوفياء للقنوات بالترتيب. نترككم مع عرض النتائج. في المرتبة الأولى كانت من نصيب قناة مطبخ من شهوات كنزة، واللي حضرت لنا الطبق الرائع شكلا ومضمونا، رولي فيلي الدجاج بنكهة شتوية. في المرتبة الثانية كانت من نصيب قناة وصفاتي لأحلى السيدات، واللي حضرت لنا طبق الأرز بفيلي الدجاج والخضر على شكل المقلوبة مع سلطة الأفوكا وقطع الدجاج بتقديم جد راقي ومميز. في المرتبة الثالثة كانت من نصيب قناة أفكار وديكورات لكل الأذواق، واللي حضرت طبق فيلي الدجاج بالعسل والأعشاب بطريقة عصرية ومحترفة. المرتبة الرابعة كانت من نصيب قناة مطبخ أم زينب، واللي حضرت طبق دجاج رولي محشي بالكفتة في الفرن بطريقة مبدعة وجديدة. أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب باقي القنوات المشاركة نظرا للتقارب القوي لعدد الأصوات، ونبدأ بعرض قناة مطبخ إكرام العالمي، واللي حضر الطبق مسقعة الدجاج بالخضر الصحي واللذيذ. وقناة إبداعات سهام الفنية اللي حضرت الطبق المميز واللذيذ رولي الدجاج محشي بالسبانخ والجبن. ثم قناة عالمك سيدتي مع أم سيرين، واللي قدمت طبق كروكيت الدجاج الشهي والسريع التحضير. وقناة سفرة لطيفة، واللي قدمت الطبق اللذيذ والمشهور لازانيا بفيلي الدجاج. ومعنا قناة طبخ أم إياد، واللي قدمت طبق جميل بفكرة مخترعة، وهو طبق فيلي لاداند معمر بالشعرية الصينية. ثم قناة وصفات أم أنس، واللي قدمت الطبق المحبوب كويرات فيلي الدجاج بالشرمولة. ونختم بقناة لبنى تايم، واللي قدمت طبق المختلف فطيرة محشية بالدجاج. فكرة الطبق مزيج بين بيتزا وكيش.
لمعرفة تفاصيل كل الوصفات المقدمة من طرف الرابطة، المرجو الدخول إلى صندوق الوصف أسفل الفيديو والنقر على روابط القنوات. نشكر كل المتتبعين الأعزاء ولكل من صوت. دمتم بخير وإلى سلسلة قادمة إن شاء الله.